نعمو داخل الاستوديو. اكيد حديثنا طويل وجميل على المغرب ديالنا، زويل المغرب ديالنا، خاصو اكيد انا نعرفو فين نمشيو وفين ناكلو ومع من نتلاقاو ومع من نجلسو. المغرب ديالنا زوين صراحه، والسياحه فيه انا كنشجعها وبقوه. السياحه الداخليه اهم سياحه ممكن الواحد يقوم بها ويمشي ويستمتع هو والاسره ديالو. والوجهه اللي كنا كنتكلموا عليها انا وبشرى وحفيظه هي اكادير، من اجمل المدن المغربيه. الجو، الماكله، الناس، فين تخرجي، فين تبحر. صراحه تحيه لكل الناس اللي في اي مدينه، كنبعثوا لهم بالف تحيه. لاله خديجه من تماره، صباح الخير، اش اخبارك؟ صباح النور، تحيه ليك والطاقم والمستمعين. خديجه مشيتي لاكادير؟ ايه ماشي. هذا كتعجبك؟ غزاله. الناس ديالها طيبين، والماكله ديالهم طواجن السوسيه والطواجن اللي بغى شي طاجين سوسي يمشي لاكادير. ياك لاله خديجه؟ نعم، هي جميل بزاف بالخصوص بالليل. ياك عاوتاني روعه، عاوتاني روعه روعه روعه. لاله خديجه كنرحبوا بك دائما في الطبق. بارك الله فيك، بارك الله فيك. واش وجدتي لهذا العيد؟ واش طبعا ديك السقيطه كي صبحات وكي ولات السقيطه راه هي في الفريغو؟ صافي خزنتي، ساليتي، جمعتي، طويتي، مسحتي. باغا نعطيك واحد الاضافه بالنسبه لذاك الكاغيط، راه ما كيلصقش لانه رقم بحال البابي السلفيغيزي، حيت راه كاينين جوج ماركات. ممكن خص الانسان يعرفو هو راه بحال البابي السلفيغيزي لونه بحال الخشب. نعم، حيت انا تقريبا اول مره يمكن كنستعملو في التخزين ديال اللحوم. نعم مزيان. نعم استعملتو وخفت منه، خفت منه بيني وبينك خديجه، خفت. لا لا نعم، ما كيشدش باللحم. طيب خديجه شنو محضره لنا اليوم؟ واحد الحوته، بغيت نبعد شويه على اللحم. تبارك الله عليك. اياه حوته معمره. أيه. ان شاء الله، ان شاء الله وباذن الله. كنتمنى تعجب المستمعين والمستمعات. 100% لاله خديجه، 100% في المقادير. هذه الحوته شنو، واش من نوع ان شاء الله ناخذ؟ القرب داك الصغير ولا دوغاد ولا على حسب، ولا الطاجو على حسب المستطاع. واخا او باجو. نعم. اييه عندنا الشرمولة، غنحتاج واحد جوج فلفلات حمرين. جوج فلفلات حمرين. واللي كيبغي الحار يدير واحد الفليفلة حارة. اييه. وعندنا واحد القبيطة صغيرة ديال القزبر. واحد ستة المعالق ديال التومة كبار صغار. توم. واحد جوج معالق خل. عصير حامضة. زيت البلدية. واحد الكاس صغير الملح. ملح. الكامون عشوية. وواحد معلقة صغيرة ديال الخرقوم. دابا غنمشيو للحشو. واخا شنو فيه؟ عندنا واحد زلافة ديال الروز مسلوق. الروز كلاصي. واخا. واللي بغى يدير الشعريه الصينيه يدير الشعريه الصينيه. نبدلو شويه، نديرو هذا الروز. الروز شوية. انا كنفضل الروز. وخا. على الشعريه. واخا. ايه. وعندنا واحد جوج حبات خيزو مسلوقين مقطعين مكعبات. مسلوقين مقطعين. نعم مكعبات. ايه. وعندنا كورجيت نفس الشكل العملية. أيه. ممكن نديرو اللوبيا. هذا وقت اللوبيا، ولا كانت جلبانة كنديرو جلبانة. وعندنا واحد ربع ليشو. ربع شو. وعندنا الفلفلة بالأنواع ديالها مشوية ومقطعة هي مكعبات. واخا. وعندنا واحد البصيلة مشلضة ومشحرة حتى هي. إذا بصلة مشلضة ومشحرة. أيه. نعم. وعندنا الزيتون مقطع. أيه. خضر. أيه. هو. أيه. وعندنا الفقع الأسود. واخا. حتى هو كل شيء، هذا الشيء كيكون مشحر. واخا. نعم. كل شيء مشحر، حتى اللي مسلوق. نعم. حتى اللوبيا وجلبانة أو كل شيء خمس لوقين كنوليو نشحرو. كل شيء مشحر. كنديرو البصلة هي الأولى وكنتبعوها. واخا. حتى الطريقة بسم الله نمشيو للطريقة. نعم. كناخدو هذوك جوج فلفلات اللي حمرين كنطحنوهم مع الحار. إذا يطحنو. والربيع. نعم. والثومة. وعصير الخل. والملحة.
كيطحنوا مزيان. وعصير الحامض حتى هو؟ لا، من بعد عاد غنزيدوا لها غير الخل. اي الخل والثومه والربيع وشويه د الملحه. ها هو اي. وكنصبوا هذا الشيء في شي اناء في شي مقيله وكنشحروه. من بعد ما طحناه؟ من بعد ما طحناه كنشحروه. ها هو. في الاخر كنزيدوا ليه العطريه الكمون والخرقوم. نزيدوا العطريه كامله والعصير ديال الحامض. واخا زائد عصير الحامض. ايه. من بعد ما كيبرد كنشرملوا هاد الحوته ديالنا. واخا ممكن نفتحوها من الظهر. كنا التاسع باش نعمروها. اذا نشرملوا الحوته ونفتحوها من الظهر. نعم باش نحيدوا لي هذاك السنسول. ايه ها هي. ايه يلا خديجه. نعم انا معك. يلا نعم. كناخذوا دابا ديك البصيله كنشحروها وكنزيدوا ليها الخضره كامله. مشحره زائد الخضر. نعم مشحره وفكيع وكلشي والزيتون كلشي. وكنزيدوا عليهم من الشرموله ديالنا اللي بقات لينا. وكنعمروا الحوته والروز. ايه والروز من طبيعه الحال الروز كنديروا ليه شويه الملحه وشويه الابزار. وتعمر. نعم وكتعمر وكندخلوها للفران. ممكن الا شاطت لينا شي حاجه نعمروا بها شي خضره، ممكن الفلفله، ممكن مطيشه. نزينوا بها ونزينوا بها هاد الحوته ديالنا. نعم نعم. اذا هذه هي الحوته معمره وفي الفران كتعطيها شحال ديال الوقت تقريبا؟ بالنسبه للكيلو كتعطيها واحد ثلث ساعه من بعد ما كتسخن وكتشوفيها راها بدات تسميت وكتحسبي ثلث ساعه وتدخلي الفران وتخليها في الفران. نعم نعم نعم. نعم. وشحال ما زاد الوزن ديالها كيزيد الوقت ديال. نعم تبارك الله عليك لاله خديجه. بارك الله فيك ربي يخليك ويطول لي عمرك. حوته فعلا تركه كما كنقولوا صراحه بكل مكوناتها تبارك الله، يعني فيها الخضره فيها الروز والحوت كحوت اكيد واحد الماده غذائيه مهمه. نعم. جدا. تفضلي لاله خديجه. ممكن نديروا واحد لاصوص الا بقى لينا من هذيك الشرموله كنزيدوا عليه كانت عندنا الكروفات ولا بعض العيالات كيحتفظوا بداك القشور ديال الكروفات الطحون. أيه. كيزيدوا شويه د الماء وكنديروها فوق العافيه ونزيدوا شويه الزيت وكتخلي هذيك لاصوص ديالنا تتختار وكنقدموها مع هاد السمكه وبالصحه والراحه. شكرا لك خديجه. وعاده فاش كتحطي هاد الحوته هادي كترافقيها بشي عصير ولا ب نفضل نعطي واحد الشريضه. أيه شليضه ديال العدس. أي العدس. أيه كنرافقوا العدس دائما بالحوت. أيه أن العدس مسلوق. مسلوق. أيه وكنزيدوا ليه واحد البصيله مشلضه. بصله مشلضه. مطيشه. مطيشه. وكنحضروا واحد لاصوص من زيت الزيتون. زيت الزيتون. الحامض وشويه الملحه. الحامض ولا كان هو مسلوق راه بلاش الملحه. اذا ولاصوص كتخويه على هذا العدس المسلوق والبصله مشلضه ومطيشه. نعم. رائعه وسهله. سهله يعني اي وحده يعني في الدار ممكن. نحن العدس دائما كنمشيو مع انه خاصنا نصيبوه ونطيبوه ولكن العدس كذلك في الشلاضه غيجي روعه. شويه معدنوس نسيت مع العدس. واخا معدنوس. نعم. شكرا لله خديجه على هذا الطبق وعلى هذه الشلاضه هذه. مرحبا في اي وقت. نتمنى وان شاء الله نسمعوك في طبق اخر باذن الله وابداع اخر ان شاء الله لله خديجه. خليناك على خير. مع السلامة. إلى اللقاء.